السلام عليكم ليكيب. هذا فيديو للناس اللي راهي تقول لي باللي الماء راه يقطر لي للداخل وراه يضيع لي المال داخل. هذه يونيتي انتيريور تاع كليماتيزر. اوكي، حبيت نوريكم برك الفونكسيونمون تاع الكليماتيزر كيفاش يمشي. هاد الشاهده هادي كي تبرد ترمي الماء، ترمي الماء لهاد الباك. الباك هذا هاوليك، هاو الباك، الباك الباك، هاو الباك. هنا كاين انترو لداخل، كاين ترو لداخل، دونك نسيو نبينه. كاين انترو هنا، هنايا كاين انترو يحبط فيه الماء. الباك هذا، الباك هذا اذا كان مسخ الباك هذا يدير لك روتور لداخل. اذا كانوا هاد الشهادات مكرفصين مكسرين بزاف يدير لك روتور لداخل. اذا كان هاد لونيتي كومبري انتيريور تزغد تفيبري ترمي لك الماء لداخل. اذا ما كانت نيفو يرمي لك الماء لداخل. اذا كان هنا يربي لك الجليد وكان فيه مونك دو غاز يرمي لك الماء لداخل. اذا كان مسخ والفلتر تاعك مسخ يرمي لك الماء لداخل. هادو كامل اسباب يرمي لك فيهم الماء لداخل. هاي ليك نعطيكم تجربه. هاو الماء اوب دوك يهبط في التيول هيك، هاو يرمي الماء نورمال. علاه؟ باسكو راه نقي وما راهش مسخ. ها انا نرمو في الماء اوب يجي لهنا يتعمر الباك هذا ومن بعد اوب يهبط في التيول ويخرج هنا. ان شاء الله يكون الفيديو واضح وان شاء الله تكونوا فهمتوا ايش حبيت نقول لكم. السلام عليكم.